بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثاني أيام شهر ذي الحجة لهذا العام عام 1443 الموافق 1 يوليو 2022 نشر المغرد السعودي عبد الكريم عبد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مجموعة صور ومقطع فيديو فيها الكثير من البعد الجمالي والإيماني. وتظهر تلك الصور والمقطع هيئه طفل يعتلي صهوه طائر ضخم والتي فسرت على انها تشكيل سحابي فيه من الجمال والروعه الشيء الكثير سبحان الله سبحان الخالق العظيم